السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, إسماعيل؟ Ask Allah and give you easy, brother Ismail, and accept for you. This is your, inshallah, plan during April month. From this course, brother, we'll finish the old Surah Al-Bayyina, inshallah, Quran memorization, and do revision from Surah Al-Zalzala to Surah Al-Nas. I will read now, inshallah, Surah Al-Bayyina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاك الله خيرا brother Ismail. Inshallah we do revision from سورة الزلزلة to سورة الناس and continue another سورة inshallah سورة القلب. Have a nice time brother. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.